كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد مساء هذا اليوم في زيارة أخوية لمملكة البحرين. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والأنجال الكرام. وفي قصر القضبية جرت مراسم استقبال لضيف البلاد الكريم، حيث توجه جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس المصري إلى منصة الشرف، حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الجمهوري المصري والملكي البحريني. سلام جمهورية مصر العربية وسلام مملكة البحرين. Thank you.
سيد. بعدها عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى اجتماعا مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوفدين. وبحث جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا من التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين لا سيما في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب تضافرا للجهود لمواجهة التحديات المختلفة. وقد رحب العاهل المفدى بفخامة الرئيس المصري وبزيارته للمملكة مؤكدا على قوة ومتانة العلاقات البحرينية المصرية وما وصلت إليه من مستوى متطور على كافة الأصعدة، معربا جلالته عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع فخامته لتطوير وتنمية هذه العلاقات بما يخدم ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. وأبدى الملك المفدى وضيف البلاد الكريم ارتياحهما لمسار العلاقات الثنائية وما تشهده من تقدم وتطور في العديد من المجالات، وأكد الحرص على تعزيزها وتنميتها لما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين. وقد ثمن صاحب الجلالة حفظه الله بكل التقدير والاعتزاز مواقف جمهورية مصر العربية المشرفة والداعمة لمملكة البحرين وجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره في تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية وترسيخ أسس التعاون المشترك، مؤكدا جلالته أن مصر تشكل العمق الاستراتيجي للأمة العربية بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني لكافة شعوب ودول المنطقة، مشيدا جلالته بالدور المحوري لمصر في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية ومصالحها وحماية الأمن القومي العربي، متمنيا لمصر كل خير وعزة ورفعة وأن تنعم على الدوام بالأمن والاستقرار لما فيه تقدم ورخاء شعبها العزيز. وقد أعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على المواقف العربية الأصيلة التي تقفها مملكة البحرين قيادة وشعبا إلى جانب مصر وشعبها، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها في هذا البلد المضياف، مشيدا بعلاقات البلدين المتميزة وبتعاونهما الوثيق على كافة المستويات. كما جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأحداث والتطورات العربية والإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد جلالة الملك المفدى والرئيس المصري أهمية تعزيز التضامن العربي وتحقيق المصلحة العربية المشتركة في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الأمة العربية لمواجهة كافة الأخطار والتحديات الراهنة. كما جرى التأكيد على بذل كافة الجهود الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة. وقد تشرف كبار المسؤولين بالمملكة بالسلام على فخامة الرئيس المصري، كما تشرف أعضاء الوفد المرافق لفخامته بالسلام على جلالة الملك المفدى. هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة عشاء تكريما لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق. هذا وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.